لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا في منزل الحظ، فده من أفضل الأيام بالنسبة لهم خلال الشهر ده، لأن القمر بيديهم حظ على جميع الأصعدة. هاي عندهم بصيرة رائعة هترشدهم للطريق السليم. عندهم يوم مناسب لتوطيد علاقتهم بجهات أجنبية، ده لو بيتعاملوا مع جهات أجنبية. عندهم يوم مناسب للسفر أو للتخطيط لسفر، ويقدروا ان هم يحققوا تطور في مجالهم المهني ويحققوا كمان مكاسب مالية. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.